جديده. واحد نقطه مهمه لا بد باش من اليوم احنا في مقبلين على كاس افريقيا، لتنظيم كاس افريقيا وكاس العالم 2030 ان شاء الله. ملي كتسمع فرقه كبيره كالمغرب الرياضي الفاسي كيدير الوطيل ما خلاهمش يخرجوا، ولا البارحه بغى يمشيو لتطوان ما لقاوش المازوت، راه عيب وعار. راه ما سبب في حق الفاسيين، هذه راه حشومه. فاس ولا التاريخ ديال المغرب الفاسي، الجمهور ديال كبيره، جمهور المدينه، اللاعبين السابقين، اللاعبين الحاليين، بالتاريخ ديال الجميل جدا، من الفرق التي اكل لها كل احترام وتقدير. عيب وعار الماس اليوم يتخبط في هذه المشاكل. سي جامعي بغيتي تحيد، حيد، حط صويره خليه اللي يجي يقضي الاصح. جوج الحوايج، حتى واحد ما ينكر ان عائله الجامعي اعطت الشيء الكثير للمغرب الرياضي الفاسي. كما كتوصل يحبون الماس، كيبغوا الماس، كيعاونوها ماديا ومعنويا وكل شيء كيديروا. ولكن سي جامعي شوف، كاين جوج الحوايج، يا نكون يا ما نكونش. ما بقاش نحاط رجلي هنا، لا ما كاينش، لا هادي، لا ما نكون، صافي غنحيد، غنستقل، غندير واحد الجمع عام استثنائي، وغنستقاله، وهذوك السويرتي غنحطهم، ولا غنحط الاوراق، ولا نحط اي حاجه. اللي جابك يجيب غيرك، ما كاينش شي جامع. حيت هاد الاغنيه الجديده اللي كيديروا بعض الرؤساء، حاط رجل ورجل ولا شي يدير، راه مخلي صحابه ولا مخلي اصدقاء ديالو. عندنا حنا في المحمديه كاين ولا ما كاينش؟ شكون من يعاني؟ نكتب الفريق اللي كيعاني والجماهير اللي الفريق اللي يعاني والجمهور يعاني. اسيدي حيد بحالاتك، حيد حيد حيد، ما تبقاش حيد، صافي. انا حيدت، ما بقيتش في الماتش، من حقي نجي نتفرج، من حقي مرحبا بك، جيت تفرج كل شيء، ولكن حيد ما تبقاش تقول لي مره انا مسير في المغرب الفاسي او مسير في شباب محمدي.